أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ذا سائل يقول: ما حكم هذه المقالة أسألك بحق أبيك أو أسألك بحق الأرحام؟ ما يجوز هذا، ما يجوز إلا بحق الله جل وعلا، أو التوسل بالله أو بصفة من صفاته أو بالأعمال الصالحة. وحق فلان أو حق نبيك أو جاه فلان هذا بدعة. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.